اللي فات احنا للحين قاعد نتكلم الساعة 7 ما بلشنا، وحتى لو مثل ما قلت لك حتى لو ما كان يتناسب، مو كلنا عندنا نفس الهموم. المدافعين عن حقوق الإنسان عندهم الهم المشترك، عندهم أسس وهي المشاركة والتضامن، البحث عن العدالة والمساواة. هذه الأسس مو متوفرة بكل الناس، لأن احنا نؤمن فيها، مو كل الناس عندها ذات الإيمان. وفي ناس تقول إن هذا همي، مو همي المشترك، همي كان حريات، بس أنا يمكن مو همي إن أنا أسلط الضوء على قضية في منطقة بعيدة مثل الهند. فإذا هذا محتاج بس مجرد وعي عند الناس، إنه يفهمون إن هذه المشاكل هي مشتركة وتتشابه، إلا أنها تختلف بالمسميات والدول. لا وصلنا عن طريق وسائل الإعلام، إن لأن عندي زملاء بالهند وصلناهم إن اليوم راح تكون وقفة تضامنية. طبعا المسلمين وايد مستانسين وكانوا يتمنون كل دول الخليج إنها تأخذ هذا المأخذ، إلا أن يعني الهندوس كانوا يقولون إن كان الهندوس يقولون إن مفترض تسمعون وجهة نظرنا أيضا، وما تكونون متطرفين في فعالياتكم. يعني هم شافوا إن هذه فعالية متطرفة.